موضوعنا يا أحبائي عن الميل التالي. إيه الفرق بين الميل الأول والميل التاني؟ زي الفرق بين قطعة الفحم والماس، الاثنين فيهم كربون، بس انت عاوز تطلع السماء وتقابلي ربنا، تقابليه بالفحم ولا تقابليه بماس؟ هو ده موضوعنا. عشان كده أرجوكم بعد سماع العظة كل واحد يفتش ويحاسب نفسه، أنا ليه بعيد عن الميل التاني؟ لأن الميل التاني هو اللي ليه السمع. الميل الأول عبارة عن محبة. طب ومال؟ طب ممكن يكون غير مسيحي بس أخلاقه عالية ومجامل ويفهم في الذوق وعنده محبة، لما مش المحبة ديت اللي هي بتاعت الميل التاني. الميل المحبة اللي عند الميل التاني هي واحد بينرفزك، واحد غلط فيك، واحد يعني بيتكلم كلام مش كويس ولكن بتحبه، تحبه وتديه هدية وتجامله، هو ده الميل التاني. لما تحب اللي يحبك، ما قالها المسيح، إذا كنت أنت بتحب اللي يحبك أليس الكتب الفرنسيين بيعملوا كده؟ أما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم، ده الميل التاني، باركوا لعنيكم. واحد خادم مثلا بيخدم ومواظب على الخدمة، أو شخص عادي بيحضر اجتماعات ومواظب على الاجتماعات وكل حاجة، ولكن لو تعرضت لكرامته يطلع بقى القذائف ليك. الله، ما فين محبتك الأولى؟ فين السمعة الحلوة؟ لا، إن لم يزد بالركب عن الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. إذا لابد إن إحنا نزداد عن مواضيع المجاملات وعن مواضيع المحبة اللي هي زي الفحم. أنت عاوز تطلع لربنا، اطلع له بالماس. الماس، الفرق بين الماس والفحم الاتنين من كربون، ولكن ده ماس. عشان كده بولس الرسول في رسالة أفسس إصحاح 3 عدد 17 ويقول لنا كده: أنتم متأثرون بالمحبة، ما هو العرض والطول والارتفاع التي لمحبة الله. محبة الله اللي هو بانت فوق مستوى الشيء العادي. زي إيه مثلا؟ احكي لكم حكايه عن بابا شنودة، وهو اسقف التعليم، كان مسؤول عن الكليه الكليريكيه. ف
فدخل مرة كده في ليلة من الليالي لقى طالب نايم ببطانية رقيقة وبردان. قال له ليه يا ابني كده؟ قال له ها البطانية اللي حلتي. قال له طيب ده اذكر ومرشح للبتركية يبقى بابا راح سام الدنيا كلها ولقى راح جاب له بطانيتين وشالهم غاية الطالب ده أو ده بقى ده الميل التاني. أنت ده أنت أذكر حاجة كبيرة ورئيس الكركية ده ما عندي تحت إيديك كهنة ورهبان. هو بنفسه راح جاب بطانيتين. مين بيخبر؟ مين اللي داخل ده؟ ده الآن بشنودة يا هو ده هو ده المال التاني ده المال التاني. عشان كده لازم احنا نخلي بالنا من موضوع المال التاني. زي ناس يقول عنهم الرسول بولس انهم اعطوا فوق طاقتهم. طاقتك ايه؟ العشر؟ قالك لا ده اعطوا فوق طاقتكم. فوق طاقتهم ده الميل الثاني. انت عشرك كام؟ كذا؟ لا بتدي عشرين، بتدي تلات عشر، بتدي أربعة عشر، بتدي أكتر، ده الميل الثاني. وناخد أمثلة بقى من الكتاب المقدس عشان تقارن نفسك. اوعى تكون يا ابني أنت بتاع الميل الأول، مش هيبقى ليك السماء. اللي السماء هو بتاع الميل الثاني. من سخرك ميل سير معه ميلين. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، أو ده الميل الثاني. نبص كده في قصة نعمة ورعوس. الاثنين نعمة رجعة للبلد ورعوس معاها، فقالت لها انت الأممية خليكي وصغيرة ممكن تتجوزي، أما أنا مش نعمة ده أنا مرة. قالت لا أنا مش هسيبك، شعبي شعبك وإلهي إلهي والموت أموت. طب يا رعوس سيبي نعمة، روح يا بنتي انت لسه شباب ممكن ياخدك ممكن تعيشي. لا، لذلك ربنا كافأها رعوس جدة المسيح لان جه منها بوعز دوز بوعز، وبعد كده جابت يسى، وبعد كده يسى ابو داود، وامشي بقى في التاريخ لغايه المسيح. فرعوس استحقت لانها من عملت الميل الثاني، استحقت ان تكون جده للمسيح مع انها امميه. يا بنتي فكري انت عامله الميل الثاني ولا ماشيه في حذا مع الميل الاول. لو الميل الاول يبقى ما تملكيش السماء، السماء هي اللي بتوع الميل التاني. مين تاني احبائي؟ ايضا ابراهيم ولوط. لوط حاول ان يستقل واختار سدوم وعموره، ومرت الايام جاي متأخر وبتبوس ايدي. لا
خلي بالك دي مش ضمن الوعظة. أنا قلت إيه آخر حاجة؟ إبراهيم ولوط. إبراهيم ولوط. إبراهيم ولوط. لوط حب يستقل عن إبراهيم واستقل فعلا وتغش في سدوم وعمورة وقامت حرب بين أربع دول مع خمس دول وأخذ لوط أسير. تم إبراهيم يقول يستاهل يستاهل لأنه ما طوعنيش باعني، لا راح وخلص لوط وحارب وجابه. ده الميل التالي، أنت اتظلمت معلش، قالوا عليك قالوا عليكي أساءوا سمعتك، ما تدافعش عن نفسك، سيب ربنا يجيب لك حقك. في حاجة فقدتها ربنا يعوضك. اوعى تطلب حقك، اوعى تنتقمي، اوعى اوعى تنتقم لنفسك، هو يجيب لك حقك، هو ربنا، هو ربنا عارف كل حاجة واجبها لك مضاعفة. يا رب أنا سامحته، أنا مسامحه يا رب، وعشان أوريلك إن أنا مسامحه أنا هزورها، أنا هروح أزورها عشان أوريلك إن أنا مسامحه. مفيش ميل تاني يبقى مفيش سما. يا أبتاه اغفر لهم، دي كانت أول طلبة للمسيح. ما تنتقمش، ما تدعيش، سيب ربنا يجيب لك حقك. ليه؟ ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، تفتحش بقك. وعندنا المثل اللي احنا شفناه كله وعايشينه، شهداء ليبيا. ليبيا غرقانة دلوقتي، غرقانة. اتكلموا الشهداء، ربنا جاب لهم حقهم. الناس مدفونة في ليبيا بعربياتهم ومش قادرين يطلعوا الميتين. انتوا تبحتوهم ورميتوهم في البحر، طب انا هطلع البحر عليكم. ما تنتقمش لنفسك، انتقمت لنفسك خلاص روح خد حقك. ما تنامش متغاظ، ما تنامش ان انا اقدر كنت اعمل واعمل، ابدا ما تتغاظيش، ما تنتقمش لنفسك، سيب هوا هوا اللي ينتقم لك. انت انتقمتي خلاص خد حقك، خدت حقك يبقى انا ماليش دعوه بيك. اه ربنا بيعوض زي اسحاق وابي مالك. ايه قصه اسحاق وابي مالك؟ ده الميل التاني برضه. إسحاق كل ما يحفر بير، وطبعا حفر البير في زمان من 1500 سنة ده معناه يعني ثروة، يجي أبي مالك يروح واخد البير يقول له ده بتاعي بتاعك، خد يا عم ربنا يسهل، يحفر في حتة تانية يطلع مية، ده بتاعي يعني أنت عاوزه؟ أيوه عاوزه خذه. في الآخر قال أبي مالك، قال له اسمع، أنت راجل
ربنا معاك وأنا خايف منك، نعمل معاهدة، أنت لا تأذيني ولا أنا أذيك. شفتوا؟ شفتوا المعاهدة؟ قال له حاضر. قال له أنا مش بتاع أذية ومش هأذيك، أنا مش هأذيك. قال له أنا كمان مش هأذيك. وساب له الأبار يشبع. يجي ربنا يعمل حاجة غريبة مع إسحاق، يطلع له بير اسمه بئر سبع، أكبر بير في البرية. قال لا أبي مالك، قال لا ما قدرش أخدم، حلال عليك لأن في معاهدة بيني وبينك، سيب ربنا يجيب لك حقك طالما انت في الميل الثاني وحسيت انك اتظلمت، هو يجيب لك حقك، تاخدش حقك بايدك، المحاكم مش هتدي لك حاجه، سيب ربنا يدي لك حقك، امشي في الميل الثاني. ايه تاني يا حبايبي؟ مثل جميل قوي قالوا الرب يسوع المسيح، السامري الصالح اللي ذكر في لوقا 10، سامري وقع بين لصوص جرحوه بين حي وميت وبيطلع في الروح، مر عليه الكاهن ما عملوش حاجه، قال انا مالي، مر عليه اللاوي يقول أنا مالي، يمر عليه سامري يعني مش من جنسه ولا قريبه، عمل له إيه؟ أنا مالي بيه؟ أو أنا عمل إذا كان الكاهن ما اهتمش واللاوي ما اهتمش، أنا مالي بيه؟ يجي يعمل له ايه؟ يعمل له حاجات كتيرة ما حدش عملها، يضمته وتحنن وشاله وركبه وأعطى للفندق فرسين وقال له اصرف عليه مهما طال ولما ارجع اوفيك. طب ليه بتعمل كده ليه؟ ايه السبب؟ قريبك؟ انت عملت فيه كده؟ قال ولا عرفه. هو ده الميل التاني، هو ده السمير الصالح. هل بتعملي كده يا اختي مع واحده تكون اهنتك او جابت سيرتك او غلطت فيكي او واحد ظلمك؟ ظلم اما هو ولم يفتح فاه، يهيألي كده. قالوا احنا نجلدك، هتجلدوني ظلم ومال احنا ظهرك؟ طب اول كرباك نزل على المسيح على ظهره، الثاني وثالث وعاشر وعشرين واربعين واحد واربعين، لما ظهره ده اتسلخ، وفي الاخر يقول اغفر لهم. هل بتعملي كده يا اختي؟ عندكم محبه الميل التاني ولا انتقام وتقطعيها ولما تشوفيها تبوظي في وشها ولما تشوفه تبقى عايز تشرب من دمه؟ ده الأذاني وعمل فيا، تبقى انت فحم اسود ما وصلتش لدرجه الماس، يبقى لما تموت هتقابل ربنا بالفحم، والفحم ده هيولع فيك. لازم كل القاعدين اللي لادي دوروا على مين زعلان منكم وروحوا له
وبثوب وهاتوا له هديه. الكلام ده هو ده الميل الثاني، ان جاء عدوك وان عطش لا تنتقموا لانفسكم، بل دعوا الانتقام لله. الكلام دوت مش في العهد الجديد فقط، بل وايضا في العهد القديم، زي ما عمل داود. داود عاوز يعمل حاجه خير في اولاد او احفاد شاول. شاول ده انت قعدت 20 سنة يا داود شايف المرار من شاول، شفت المرار من شاول 20 سنة، وعاوز تعمل خير مع اولاده او احفاده. سأل كده، هو شاول عنده احفاد؟ قالوا له في واد اعرق اسمه مفيبوشيث. ده ايه؟ ده حفيد شاول. راح كان سيبا، ده رئيس تبع داود. قال له ادهولي، تعالى مفيبوشيث، تعالى. كل املاك شاول جدك تروح لك، انا مش عاوز حاجه. مع ان الاملاك دي من حق شرعا من حق داود. سامعيني يا جماعه اسمعوني، الاملاك ديت كلها من حق الملك الجديد، من حق داود. قال لا، كل املاك شاول ياخدها حفيده. طب مش كفايه؟ قالوا لا مش كفايه، وكل يوم ياكل على الترابيزه بتاعتي انا وهو، ناكل ياكل معايا زي امير من الامراء. يا سلام. عشان كده ربنا لما قال وجدت قلب داود مثل قلبي، كان لي حق، كان لي حق يقول كده، وجد داود ابن يسوع قلبه مثل قلبي. زي قصة الابن الدار تماما. الابن الدار اخر ما يتوقع ايه؟ ابوه شغله مع خدام الجنينه بتاعتهم، ولا الأبدان بتاعتهم، يمشوا على الشغل خدام. أنت مالكش غير أن تبقى خدام. ده الابن الدار ما كانش يتوقع أكتر من كده. روح اقعد في البدرون، فين الفلوس اللي تتهالك؟ أبدا. يقول لك ولما رآه من بعيد ركض إليه، جري عليه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضل الفجر، اذبحوا العجل يسمى، هاتوا خاتم لبسوه. اي هو ده الميل الثاني. الابن الاكبر اتغبى. ازاي كده؟ ازاي عملوا كده وانا عايش معاك ما عملتليش حاجه؟ فبرضه الاب ما سابش الابن الاكبر، طلع له وقال له ينبغي كنت تفرح معانا، لان اخوك ده كان كذا وبقى كذا. والاب ربح الابن الدار وربح الابن الكبير برضه. هو ده احبائي، هو ده الميل التاني. اوعى تعيش على مستوى الحب العادي. الحب العادي ده كل العالم بتحياه، هو بس المسيحيين؟ لا، ياما في ناس من النوع التاني، اخر ادب واخر ذوق، بس ما عندهمش المستوى بتاعنا. محبة الاعداء
هو عندهم المجاملة، عندهم الذوق، عندهم المحبة برضو، إنما ما عندهمش المستوى بتاعنا الكبير. عشان كده لازم إحنا الميل التاني، مهم جدا موضوع الميل التاني. ابن الضال وشوفنا ربنا إزاي تعمل. إيه بركات بقى، أختم بقى الوعظة، إيه بركات الميل التاني؟ يعني أنا بقى مغتصب؟ لا، مين قال؟ ده أنت هتبقى حاجة كبيرة، أبوك السماوي هتبقى زيه، أبوك السماوي هتبقى زيه. يا بختك اللي بيقول كده. إحنا شفنا المسيح فيه، ده طريق الكرازة، محبة الأعداء، وقدم لهم الخدمات. إبراهيم اللي مشي في الميل الثاني أصبح خليل الله. يا ربنا يقول له كده، هل أخفى عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ إيه ده يا رب ده؟ أنت بتكلم واحد صديق ليك مكلمه على سدوم وعمورة، يجي إبراهيم يرد عليه يقول له أتهلك البار مع الأثيم؟ إيه ده؟ اتنين إخوات، اتنين إخوات بيتكلموا. قال له لو لقيت 40 لا واحد يمشي معاه. فاللي يمشي في الميل الثاني يبقى خليل الله، يبقى ابن من أولاد الله، يبقى ربنا صديقك، لأنك شبهتي سورة المسيح. ليه إحنا أحبائي إيماننا ضعيف؟ ليه إحنا مش قادرين؟ مفيش كرازة، فين الكرازة بتاعتنا؟ لأنهم مش شايفين فينا المحبة الكاملة. الكنيسة بالنسبة لنا مكان، أو رايحين الكنيسة وجايين من الكنيسة بس، إنما المحبة العملية عايزين نشوفها. العالم عايز يشوف المحبة العملية، مش عايز يشوف محبة المجاملات. خلاص العظة دخلت القلب. يا رب يا رب تكون العظة كده تكون دخلت القلب، وفتش على حد تتصل بيها النهاردة وتقول لها انت وحشاني. ليه؟ لا انت وحشاني، انا بحبك. وانت برضو دور على حد متخاصم معاه وقطع بقالك سنين وتقول هو في حته وانا في حته. لا سيبك، هو في حته وانت في حته، دي ما ينفعش. لازم نحب زي ما المسيح عمل، كي تكونوا أبناء، كونوا كاملين كما أنا أباكم الذي في السماوات كامل. محبتك ناقصة. فالنهاردة جلسة مع النفس، إزاي تبقى أنا أصل للمستوى ده؟ عشان أصل للمستوى ده أحبائي لازم في حاجات أقولها لكم، في حاجات عايزكم تعملوها. انك اولا تجلس بينك وبين نفسك في مكان في هادي، لازم تقعد كده تحاسب نفسك، يا ترى انا متخاصمه مع مين؟ انا متحاشى مع مين؟ احنا متفرقين مع مين؟ ده ربما يكون اقرب الناس ليك، ربما يكون أختك، للأسف مش هقول جارتك، ربما يكون أمك متخاصمة معاها، للأسف مفيش محبة. الحقوا نفسيكم قبل ما تمشوا، وبعد كده هتبقوا وتقدم لربنا محبة فحم. الحق وقدم له ماس
ربنا يبارك فيكم. يبقى أول حاجة اقعد مع نفسك، تاني حاجة فضي ودانك، اغسل ودانك، اغسلي ودانك من الماضي. هي قالت وهو قال، لا اغسله اشتغل. ربنا مش بيعلم عليك بالوحدة، اغسل ودانك دي حط مكانها آية حلوة زي أحب أعدائكم. اغسل ودانك تاني حاجة، أو تالت حاجة، تالت حاجة حط قرار تنفذيه، تطلع من هنا بقرار بلا عودة. وقول له يا رب اديني نعمة ان انا انفذ القرار ده، ما ترددش فيه. شوف مين، شوف ابن عمك، شوف اخوك، شوف اختك، شوف ابوك، امك، جارك، جارتك، اي حد انت مخصماه، ده ممكن ده يقفلك على باب السماء وما يدخلكيش. الحق نفسك لكي تكون ابناء ابوكم الذي في السماوات. ربنا يبارك فيكم ويحافظ عليكم ويديكم نعمه. شكرا.